السلام عليكم، نرحب فيكم في مساق الريادة ثانيا. اليوم حنتكلم على Chapter 6 Protecting the Idea and Other Legal Issues for the Entrepreneur. لما نيجي نتطلع عليها بشكل عام، احنا بنتكلم في عندك انت افكار، في عندك يمكن حقوق ملكية، كيف هذه بدك تحميها؟ في يعني متاح على الصعيد الوطني والصعيد الدولي عدة أمور قانونية، هذه لازم نعرفها عشان نشتغل فيها. الآن الـ Intellectual Property، حقوق الملكية الفكرية، it include إيش؟ الـ Patent والـ Trademark والـ Copyright and Trade Secrets. هذول موضوعات بتم يعني يتحدث عنها الموضوع القانوني، القانون الدولي والقانون المحلي، وحتى على مستوى في مؤسسة دولية معنية في الباتنت والتريد مارك والكوبيرايت والتريد سيكريتس، في هذا في حقوق الملكية ككل. طبعا هذه عبارة عن assets to the entrepreneur، في الأفكار وال يعني المعرفة أو أسرار المهنة، هذه هي بنسميها intellectual property should be understood even before engaging the services of an attorney. يعني هذه بتحتاج لمحامين أو خدمة محامين لنفهمها، بس عادة هذه الأمور اللي بتولاها محامين، مش بتولاها الشخص الريادي. كيف تختار المحامي؟ An entrepreneur needs to be aware of any regulation that may affect a venture. هو بده يكون معرف، يعني عارف الأمور أو على دراية بهذه الأمور. A lawyer may work on a retainer basis or may be hired for a one-time fee. يعني هو حسب الخدمة، يعني أنت بتشغله حسب الحاجة أو لا مرة واحدة يعني في هذا المجال. A good working relation with a lawyer ايش بتعمل؟ Ease some of the risk in starting a new business. يعني هذه المخاطر هذه بتسهل مواجهة هذه المخاطر أو المخاطر القانونية، فدائما الواحد بده يكون على استشارة مع قانوني. Give the entrepreneur necessary confidence. تعطي طبعا بصير عنده ثقة، يعني هو محتاجها في هذا الحقل. ممكن انت كانتربرنور تعطي القانوني اللي هي ايش؟ stocks in exchange for the service، يعني اسهم في الشركة تبعتك لخدمات. طبعا هذه في الغالب لا القانوني ولا صاحب الشركة بميل لهذا المجال، بس إذا الكاش عندك قليل بدك تروح في هذا الاتجاه، يعني دائما بدل ما أنت تعطي فلوس تعطي إيش؟ أسهم في الشركة اللي أنت بتأسس فيها. الباتنت اللي هي grant holder protection from other making, using or selling similar idea issued by patent and trade office بشكل عام. طبعا هذه الباتنت هي grant holder protection، يعني بتعطيك الحق انك للحماية من الناس التانيين انهم يستخدموا او يصنعوا او يبيعوا افكار يعني قريبة لفكرتك في هذا المجال. في عندي نوع بنسميه اليوتيليتي باتنت، بروتكشن اوف نيو يوزفول اند ان اوبفيوس بروسيسز ماشينز كومبوزيشنز اوف ماتر اند ارتكلز اوف مانيفاكتشر تيرم اوف 20 ييرز. هذه طبعا اليوتيليتي باتنت هذا غالي بس مدته 20 سنة. هذا لو انت اخترعت اشي جديد، سواء عملية سواء جهاز سواء مكونات مادة، شيء صناعة، آلية صناعة، كل هذا بتعطيك حقوق ملكية ل20 سنة. Design patents covers new original ornamental and unobvious design for articles of manufacture. الترم هذه إيش؟ 14 سنة للديزاين. الآن plant patent give
for new varieties of plants الموجود. International patents. The Patent Cooperation Treaty was established to facilitate patent filing in multiple countries in one office. يعني هذه عادة في يعني هذه شغلة برضو لازم الواحد يبقى aware of it. يعني أنت لما تعمل يعني تسجل حقوق الملكية في الدولة اللي أنت بتسجل فيها تحتفظ لك حقوق الملكية. كثير من الدول بتروح تسجل هذه دولي، بس قانونيا أنت الدول اللي بتسجل فيها حقوق الملكية هي اللي تحفظ الحقوق عندك. لا تروح وترفع دعاوى لناس تانية في دول تانية شوية مش بسهولة. عادة هذه بتم إدارتها by the World Intellectual Property Organization بسموه الوايبو in Geneva, Switzerland and has over 100 participants يعني من الدول في العالم. It provides a preliminary research that assists whether the filing firm will face infringement in any country. يعني هذا بيقول لك لو أنت سجلت في البلد الثاني في البلد الفلاني هل بتواجه يعني أي اختراقات أو أي تحديات في أي بلد آخر موجود ولا لا. Differences may exist in patent laws of each of these countries. طبعا في اختلافات في قوانين الملكية وهذه بتختلف من بلد لآخر بشكل عام. The provisional application, it is an initial application to the PTO providing evidence of first to the market. يعني انت بدك تسجل طلب الطلب الاساسي انك انت اول واحد داخل السوق، يعني بدك توفر حاجة وبتعطي تفاصيل. Replaces the disclosure document that was previously accepted by PTO. Gives the right to the patent based on the concept of first to file. يعني أول واحد بسجلها هو اللي بياخد الحقوق أو بياخد الحق في هذا الباتن. The actual filing of the patent in its final form must occur no later than 12 months after the provisional disclosure if filed. يعني هذا بيعطيك حق ال 12 شهر بعدها بدك تسجل بشكل رسمي وتعطي التفاصيل، يعني تعطي التفاصيل تبعت الباتن تبعتك سواء في الديزاين بدك تعطي التفاصيل وتعطي كل جزئية بحيث انك تقدر تاخذ الناس للمحاكم لو اي حدا استخدم جزئية من الشغل تبعك او الطريقة اللي انت حطيتها او المكونات اللي انت حطيتها. The patent application introduction consists of background and advantages of the invention, the problems that it overcomes, and how the invention differs from existing offering. هذه المقدمة. A description of the invention, it includes a detailed description of the invention and of the drawing that accompany it. Claims specify what the entrepreneur is trying to patent. The application should contain a declaration signed by the inventor. يعني بشكل عام انت بدك تعطي في الاول مقدمة وتوضح ايش المشكلة وكيف اللي انت بتحاول تحلها او تسيطر عليها وكيف انه الاختراع اللي انت بدك تسجله هذا بيختلف عن الموجود في السوق، وبعدين بدك تعطي بالتفاصيل حتى لو في عندك صور لو في عندك diagrams figures أي حاجة بدك تحطها موجودة، وبعدين بتقول بالضبط إيش اللي أنت بدك تعمل له باتن في هذا المجال، وبعد أنت بتوقع الإعلان تبعك أو بتوقع الديكلاريشن اللي هي التعهد تبعك مخترع. الباتنت انفرينجمنت. Many businesses, inventions, or innovations are results of improvement on or modification of existing product. Copying and improving on a product may be perfectly legal and a good business strategy. يعني أنت بدك تنسخ وتقلد
الموجود سياسة يعني كويسة لأي بيزنس واحد تكلمناه. If patent infringement is unavoidable, the entrepreneur may try to license the product from the patent holder. يعني بده ترخيص من مين؟ من صاحب الباتنت الملكية اللي عنده حقوق الملكية. It is advisable to hire a patent attorney to ensure there is no possibility of infringement, اللي هي اختراق أو يعني خلينا نقول استيلاء عليه بدون وجه حق. A checklist for minimizing patent risk. Seek a patent attorney who has expertise in your product line. يعني بدك تجيب واحد متخصص في المجال الانتاج اللي انت داخل فيه. The entrepreneur should consider a design patent to protect the product design or product look. يعني بده زي ما حكينا هذا بده الديزاين باتنت هو اللي بده ياخذ عليه اللي هو هذا صالح ل 14 سنه. Before making an external disclosure of the invention at a conference or to the media or before setting up a beta site, the entrepreneur should seek legal counsel since this external disclosure may negate a subsequent patent application. يعني لو انت بدك تعرض النتائج في مؤتمر علمي او تعرضها في خلينا نقول يعني سوق عالمي او بسموه هذا يعني حراج، بدك تعرضها في الميديا للوسائل الاعلام، او بدك تحط بيتا فيرجن موجودة هذا لو كان عندي سوفت وير على او يعني هي مش جاهزة الصيغة النهائية، فهذه ممكن يعني تضيع حقك في انك تسجل هذا كباتنت لك. Evaluate competitor patents to gain insight into what they may be developing. يعني بشوف المنافسين ايش بيعملوا. If you think your product infringes on the patent of another firm, seek legal counsel. يعني لو انت اللي عندك جاي نتيجة من غيره او انت في يعني اقتباس من غيرك، فانت بدك على طول تشوف يعني استشارة قانونية. Verify that all employment contract with individual who may contribute new product have clauses assigning those in invention or new product to the venture. يعني دائما الناس اللي بتشتغل معك بدك ايش تاخذ تعهد انه اختراعاتهم وابتكاراتهم هي حق ملكيه لايش للشركه. Be sure to properly mark all product granted a patent. Not having product mark could result in a loss or damage in the patent suit. Consider licensing your patent. This can enhance the investment in a patent by creating a new market opportunity and can increase long-term revenue. Business method patent. The growth of internet use and software development has given rise to business method patent. اللي بنتكلم firm use these patent to assault competitors and subsequently provide income from royalty or licensing fees. Concerns have evolved regarding these patents. Not all startups will have a product or concept that is patentable. يعني انت وجود الانترنت هذا شجع انه في طرق عمل لبزنس معينة، فالشركات الاخرى يعني بتهجم على المنافسين، وفي الاخر هي بتحقق ارباح او دخل من الرويالتيز واللايسنينج، في يعني رسوم ترخيص وايش ودفعات بسموها رويالتي لاستخدامها، يعني انت بدك تدفع بدل الاستخدام. طبعا هذه مش كل اشي موجود عندك is patentable، يعني انك بتقدر تعمل له باتن. التريد ماركس بتختلف، a distinguish word name or symbol used to identify a product. It can last indefinitely.
يعني هذه ممكن تكون مدى الحياة. It can be filed solely on the intent to use the trademark in it in interstate or foreign commerce and also in the intent to use in the future. Categories coined mark يعني زي عبارة عن زي النقود. Arbitrarily marks, suggestive marks, descriptive marks اللي بنتكلم عليها. Registering the trademark filing must meet four requirements. ايش هي؟ Completion of the written form يعني بدك تعبي. A drawing of the mark يعني العلامة هذه انت بدك تعطي رسمة إلها. Five specimens showing actual use of the mark يعني عندك خمس محتويات أو خمس منتجات مختلفة بتبين إنه كيف هذا مستخدم. الفيز الرسوم. Initial determination of suitability takes 3 months يعني 3 أشهر بتاخد ليقولوا هل هذه مناسبة أو لا. Objections must be raised within 6 months or the application is considered abandoned. Objection يعني أي اعتراض بده يكون على النتائج بده يكون إيش خلال 6 أشهر يتم عمله، وإلا خلص الطلب لو في أي مشكلة بيعتبر إنه تم تركه. Registering the trademark filing must meet زي ما حكينا الفور كريتيريا هذه اللي حكيناها. Once accepted, trademark is published in the trademark official gazette to allow any party 30 days to oppose or request an extension to oppose. Registration is issued if no opposition is filed. Procedures takes about 13 months from initial filing. يعني trademark علامة تجارية. العلامة التجارية ممكن تكون رسمة، ممكن تكون بشكل معين، ممكن ختم، ممكن شعار، ممكن أي حاجة. فهذا العلامة التجارية بدك تسجلها باسمك في هذا المجال، وهذه بتاخد تقريبا 13 شهر عندي. The benefit of a registered trademark is to provide notice to everybody that you have exclusive right to use to the use of the mark throughout the territorial limits of the United States مثلا أو في البلد اللي أنت بتعيش فيه. It entitles you to sue in federal courts for trademark infringement which can result in recovery of profit damage or cost. It establishes incontestable right regarding the commercial use of the mark. بشكل عام إيش بتعطيك حماية، وهذه الإشارة دائما بتلاقيها محطوطة الـ R جنب العلامة الموجودة، وهذه بتشوفوها مثلا على أديداس، شعارات أديداس، نايكي، شعارات الشركات فيليبس، اتش بي، يعني ديل، كل هذه ايش كل واحد لهم تريد مارك موجودة، كوكا كولا، بيبسي. فالتريد مارك هذه بتسجل باسمك حتى لو انت عندك يعني تعبير انت اخذته تقدر تسجله في اسمك. الكابي رايت بتختلف في حاجة تانية. ايش هي هذه؟ هذه بتيجي على الصوتيات او على الافلام او على الحاجات اللي بتنقرأ الكتب. Right given to prevent other from printing, copying or publishing any original work of authorship. Issues surrounding access to material on the internet have led to major legal battles for entertainment industry. هذا في entertainment industry في مشكلة رئيسية حاليا. Copyright are registered with the Library of Congress. Terms of the copyright is the life of the author plus 7 years. يعني عمر المؤلف زائد 70 سنة في هذا المجال. طبعا هذه الكتب، المؤلفات، القصص، كل هذا عليها. الأغاني مثلا برضو، أشرطة القرآن للقارئ، الأفلام، كل هذه بنحط عليها copyright. Trade secrets provide protection against other revealing or disclosing information that could be damaging to business.
Trade secrets have a life as long as the idea or the process remains a secret. It is not covered by any federal law, but is recognized under a governing body of common law in each state. Employees may be asked to sign confidential information agreement. Entrepreneurs need to take proper precautions. Legal action is possible only after the secret has been revealed. يعني لو انت عندك وصفة زي وصفة كنتاكي، وصفة لعمل بيتزا أو عمل أكلة معينة أو عمل تصميم معين يعني، فالناس اللي بيشتغلوا عندك لازم تخليهم يوقعوا على confidential information agreement بحيث إنه ما يطلعش السر تبعك لأي حدا، فعساس تحمي الفكرة اللي أنت عملتها أو الخلطة اللي أنت عملتها أو التصميم اللي أنت عملته في هذا المجال. Licensing اللي هي بنتكلم احنا a contractual agreement giving right to the others to use intellectual property in return for a royalty or fees. يعني انا بعطي حدا ترخيص، الترخيص مثلا بدي يستخدم الكتاب تبعي فبدفع رسوم او بدفع عمولة إلي بشكل منتظم، او مثلا احيانا بدي في عندي وصفة بدي استخدمها بدي يعمل هذه الشغلات او اي تصميم بدي اعمل له شيرنج، فبتصير ايش عقد بين الاطراف بهذا الشأن. Type of licensing, patent licensing agreement specify how the licensee would have access to the patent. A trademark license agreement involve a franchising agreement يعني هذا بنعطيه حق انه يفتح فروع. Copyright licensing agreement involves right to use or copy books, software, music, photographs, plays, etc. Factor to be considered: customers' recognition of licensed property, whether licensed property complements existing product or service, entrepreneurs' experience with the licensed property, long-term outlook for licensed property, kind of protection provided by the agreement, commitments in terms of payment of royalty, sales quotes, quotas, and so on. Renewal option اللي هي التجديد بشكل عام. هذا كله هي بتعطي ايش؟ بتعطي يعني انت لما تشتري حاجة موجود عليها شعار نايكي ولا شعار اديداس ولا شعار اتش بي او السوفت وير او بغض النظر، فانت هذه حتى لو انصنع في بلد تاني هو بيعطي هذا في اتفاقية بينهم وبين الشركة الأم في هذا المجال، أو عنده ترخيص إنه يعمل هذا الشغل. لما نفتح ماكدونالد في مصر أو في غزة أو في السعودية، هي هذا أعطاهم يعني حق إنه يستخدم نفس الرسبي الموجودة مقابل رسوم سنوية في هذا المجال. Product safety and liability. It is the responsibility of a company to meet any legal specification regarding a new product covered by Consumer Product Safety Act. يعني هذا بده يكون آمن حسب البلد الموجود فيه، حسب معايير الأمان الموجودة فيها. عادة بعض البلدان تستخدم مثلا stricter regulation regarding labeling and advertising is also part of the commission's responsibility. Large fines as well as product recalls are typical outcome of any action enforced by the commission. يعني أحيانا بتصير غرامات كبيرة وتم استرجاع هذه المنتجات لأنه فيها خلل في الأمان، يعني أنت بتدفع تدفع للناس يعني بتسترجعها، في نفس الوقت هم بيستردوا أموالهم أو بيستبدلوها بمنتجات أخرى على حسابك بشكل عام. Insurance التأمين اللي هي to provide a means of managing risk in new business. Some insurances are required by law and cannot be avoided while others may be necessary to protect the financial network of the venture. Skyrocketing rocketing medical costs can have a significant impact on insurance premiums.
انتر بنور also have to consider health care coverage، يعني بدك تأمين للموظفين، تأمين صحي، بدك تأمين حياة، بدك تأمين على المنشأة، هذا كله جزء من الحماية اللي مطلوبة للريادي، وفي نفس الوقت يمكن القانون بيطلبها في بلدان معينة في هذا المجال. هاي التايب اوف انشورنس اند بوسيبل كفرسي، البروبرتي اللي هي ايش؟ على الممتلكات، كاجوالتي على الحوادث، لايف على الحياة، وركر كومبنسيشن على التأمين العمال او التعويض العمال، بوندنج على الأداء تبع الموظف في هذا المجال، فهذا كل أنواع مختلفة في هذا المجال. ساربنس أوكسلي أكت، كونغرس باس ذا أكت، هذه in 2002، هذا في أمريكا طبعا. إيش اللو بيعمل في هذا المجال؟ فهذا خاص بالشأن الأمريكي بشكل عام. الكونتراكت legally binding agreement between two parties، يعني انت لما بدك تشغل حدك توقع كونتراكت، often business deal and concluded with a handshake. The rule is not to is is to not to rely on the handshake if a deal cannot be completed within 1 year. Court insists on a written contract for all transaction over 500، يعني أي حاجة أكثر من قيمتها أكثر من 500 دولار بده يكون فيها إيش؟ عقد في هذا المجال، وكل بلد بتختلف في هذا المجال، بس أي اتفاقية سواء بدك تشتري، بدك تبيع، بدك تشغل حدا، بدك تاخذ خدمة، بده يكون في عقد في هذا المجال. الكونتراكت كونديشن عادة بيكون لها سبيسيفيكيشن، والريزلت اوف كونتراكت بريتش دائما بنحط فيها لو حدا خل بالعقد ايش الغرامات او ايش النتائج عليها في هذا المجال. فور اسينشال ايتم ان اجري ان ان اجريمنت تو بروفايد ذا بيست ليجل بروتكشن اند اندرستاند ذا تيرم اند كونديشن ان ذا كونتراكت، cross out anything that you don't agree to، يعني أي حاجة أنت متوافقش عليها على طول شطبها. Do not sign if there are blank spaces، يعني لو في أي فراغات، لأنه هذا ممكن حدا يعبيها لاحقا. Make a copy for your files after signing، يعني بعد التوقيع خذ نسخة لك بشكل عام. هذه كلها اللي تكلمنا عنها هي أجزاء قانونية لكل ريادي بده يتعامل فيها بشكل عام، يعني بدي يعرف ايش الباتنت، ايش هي التريد مارك، ايش هو التريد سيكريت، ايش هن الكونتراكت، ايش هو لو انا بدي اسجل في بلد بدي عن بلد ثاني، ايش الحقوق تبعت حتى التامينات الموجوده، وايش مطلوب.